سلامات، تحياتي الطيبة لكل أهلنا السوريين أينما وجودون. التحية الطيبة لأهلنا في جبل العرب. تحية الفخر بهؤلاء الأبطال، بهؤلاء الشباب، السيدات، الصبايا، رجال الدين، الرجال الشجعان الذين خرجوا ليقولوا لا لهذا الطاغية اللحم. الشعب يريد إسقاط النظام. تحية لأهلنا في حوران التي لم تخذل السوريين يوما منذ بدء 18 آذار. لأهلنا السوريين على مساحة 185 ألف كيلومتر مربع، من الشمال إلى الجنوب، من الجنوب إلى الشمال، من الغرب إلى الشرق، ومن الشرق إلى الغرب. اليوم يومكم. أعتقد بأن هذه اللحظة لحظة مناسبة تماما للخلاص. أرجو أن نشارك غدا في هذه التظاهرات في كل قرية وفي كل مدينة وفي كل بقعة من أراضي سورية، لنعلن الصوت عاليا بأننا نريد الخلاص من أجل مستقبل أولادنا وحياتنا وحياة وطننا. أهلنا في الساحل، انتظرناكم طويلا وما زلنا ننتظركم. آمل أن تكونوا وأنتم تعرفون ذلك بيضة القبام في الخلاص من هذا الطاغية. أعرف عذاباتكم ونعرف السوريين جميعا القبضة الأمنية الهائلة التي تتعرضون لها، لكن أعتقد بأنها لحظة مصيرية. أرجو أن تشاركوا السوريين في هذه اللحظة الحاسمة. واحد واحد، الشعب السوري واحد، الله، سوريا حرية وبس.